ما حكم من يزعمون أن الدخان ليس بحرام؟ مخطئون. الدخان ثبت أنه مضر ومسبب للأمراض، وهذا باعتراف الأطباء. الدخان أيضا رائحته خبيثة، وتأثيره على الجسم تأثير سيء، فالدخان وأيضا هو منفذ للمال بغير فائدة، فهو حرام قطعا، حرام قطعا لعدة أمور. أولا أنه خبيث، ولا أحد يقول أنه طيب أبدا. الله جل وعلا يقول: ويحرم عليهم الخبائث. ثانيا أنه مسبب للأمراض. الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أنت مسؤول عن صحتك، مسؤول عن جسمك، لماذا تجلب له الأمراض؟ ثالثا أنه منفذ للمال بغير فائدة. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ويقول: ولا تبذر تبذيرا. فإنفاق المال في الدخان إسراف، وتبذير محرم. أيضا الدخان المدخن تجد الناس ينفرون منه ويكرهونه ولا يحبون مجالسته، حتى ولا في الصلاة ما يرغبون أنه يصف بجانبهم لروائحه التي تفوح منه، روائح الخبيثة. وحتى إنهم يتضايقون إذا التفت إليهم أو كلمهم من رائحة فمه، فكيف يرضى الإنسان أنه يرتكب هذه الآثام وهذه الأخطاء؟ ثم ماذا يحصل عليه في النهاية؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة أمراض، النتيجة أمراض قتالة فتاكة. يجب على المسلم العاقل أن يترك الدخان طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم.